انا كنظن الجاليه المغربيه في هولندا الطريقه الوحيده فاش تقدر تواجه يعني التطرف في الميدان السياسي هو ان يشاركوا. المشكل ديالنا حنا كنشكيو بزاف، ولكن ملي كيجي وقت الانتخابات ما كنمشيوش نصوتوا، يعني مورا الانتخابات يبداو يتباكاو عليك، يقول لك يا الطرف التطرف في هذا راه طلع ولا فيلدرس طلع. ولكن يا اخي ملي جاتك الورقه باش تلبي الرغبات ديالك وتستعمل الصوت ديالك نعستي، الشميشه ما كايناش، حتى ما نخرجش لبرا. يعني حنا خصنا نتعلموا بان حنا كنعيشوا في بلد ديمقراطيه، في ديمقراطيه كاين الراي وكاين الامكانيات وكاين يعني الحريه التامه لتعبير الراي. نوض يا اخي عبر الراي ديالك، نوض شارك، نوض شارك في الاحزاب السياسيه ودافع على حقك، ماشي من بعد كيوصل الانتخابات عاد تبقى تقول شتمونا، لا انت براسك ما نطيش.